دوليا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتبنى موقفا صارما تجاه روسيا طالما لم تغير من سياستها. يأتي ذلك بعدما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 38 شخصا وشركة روسية. جاءت العقوبات على خلفية اتهام هذه الشخصيات والكيانات بالتدخل في الشأن الأوكراني ودعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وتدبير هجمات إلكترونية ضد أهداف أمريكية. واشنطن تكشر عن أنيابها وتظهر سطوة في التعامل مع الروس غير معهودة في عصر ترامب. 7 رجال أعمال مقربين من بوتين و17 شخصا وكيانا فرضت عليهم واشنطن عقوبات مشددة تشمل تجميد الأرصدة ومنع التعامل معهم تجاريا واقتصاديا ومنع تحويل أموال من وإلى هذه الشخوص والكيانات، وكلها عقوبات لم تكن على هوى ترامب الذي يرغب في تحسين العلاقات مع روسيا، وهو مرة يحاول إقناع الأمريكيين بأنه القوي في التعامل مع موسكو، ومرة أخرى يحاول إقناعهم بأهمية وجود علاقات جيدة مع الروس. أنا أكثر صرامة في التعامل مع روسيا، ومع ذلك أعتقد أنه بالإمكان وجود علاقات جيدة معها. هذا ما أتوقعه، علاقات بناءة مع روسيا يمكن أن تكون شيئا جيدا. الكونغرس الأمريكي ضغط بقوة لإنجاز هذه العقوبات، وأجرى أعضاؤه اتصالات ولقاءات مع المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة ومع عناصر في الاستخبارات الأمريكية لخروجها سريعا إلى النور وسط تشكك في طبيعة العلاقات التي تربط بين بوتين وترامب. واشنطن أكدت أن هذه العقوبات هي بسبب مجمل التصرفات الروسية الخبيثة في سوريا وأوكرانيا والولايات المتحدة، وأعلنت الخزانة الأمريكية أنه تم التشاور والتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين بشأنها.